للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية العقيد الركن حاتم الفلاحي. سيادة العقيد الركن، مرحبا بك. شد وجذب، نعم أهلا بك سيادة العقيد الركن. يعني شد وجذب منذ أشهر بين شركاء العملية السياسية حول بقاء القوات الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة في هذا الشأن. كيف ترى موقف البرلمان والسياسيين بعد تصريح ترامب؟ نعم، مساء الخير لك والمشاهدي قناتكم الكريمة. مساء النور. أنا أعتقد بأنه ما يجري الآن من سجال في هذا الموضوع عبارة عن تصريحات إعلامية تصدر من هنا ومن هناك من قبل شخصيات سياسية ومن قبل أحزاب وما إلى ذلك من أمور، بالإضافة إلى قادة الميليشيات، ولكن كخطوات رسمية اتبعت من قبل البرلمان لحد هذه اللحظة لم يتخذ البرلمان أي إجراء رسمي حول التصريحات التي تصدر سواء كانت من القيادة الأمريكية أو الإجراءات الرسمية التي يجب أن تتخذ من قبل الحكومة العراقية للتواجد الأمريكي في العراق بهذه الأعداد الكبيرة جدا. لذلك أنا أعتقد إن لم تكن هناك خطوات رسمية للبرلمان لا يمكن أن نقول بأنه البرلمان قام بإجراءات مناسبة. أضف إلى هذا بأنه الآن من يسيطر على البرلمان هي الأحزاب الموالية لإيران بشكل كبير جدا، وإذا ما قلنا بأن هناك مشروعين يتصارعان في العراق، المشروع الأمريكي والمشروع الإيراني، فأنا أعتقد بأنه البرلمان قادر على أن يطرح مشروع إخراج القوات الأمريكية من العراق في الفترة المقبلة، ويمكن أن يحصل على النسبة المطلوبة لتمرير هذا القرار في الفترة القادمة. رئيس الجمهورية برهم صالح قال إن ترامب لم يتقدم بطلب رسمي لإبقاء قواته بالعراق لمراقبة إيران. برأيك هل ترامب يعني يحتاج إلى هذه الإجراءات الشكلية لبقاء قواته في العراق؟ نعم، أنا أقول بأن الحقيقة بالنسبة للإجراءات التي يجب أن تتخذ من قبل الحكومة العراقية كرئاسة الجمهورية أو غيرها لا تتضمن مثل هذه الموافقات، لأن هناك اتفاقية أمنية وقعت مع العراق أو بالأحرى مع حكومة حزب الدعوة سواء كانت في عام 2008 أو حتى في عام 2014 مع حكومة العبادي عندما تم اجتياح مناطق واسعة من الدولة العراقية في حزيران عام 2014. الاتفاقية الأمنية تتيح للقوات الأمريكية أن تتنقل في العراق وأن تستخدم هذه القواعد بدون أن تأخذ إذن رسمي من قبل القوات الحكومية أو من قبل الحكومة العراقية. يضاف إلى هذا بأنه ما جرى بعد عام 2014 كانت هناك شروط إضافية أضافتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بقاء قواتها أو رجوع قواتها إلى العراق مرة أخرى لمواجهة تنظيم الدولة، وبذلك هناك اتفاقيات غير معلنة لم تعلن عنها الحكومة لحد هذه اللحظة ولا نعرف محتواها الرسمي لحد هذه اللحظة تبيح للقوات الأمريكية أن تستخدم القواعد الأمريكية في العراق سواء كانت لمواجهة تنظيم الدولة أو لمواجهة سواء إيران أو غيرها في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني تبريرا لنيته بقاء القوات الأمريكية في العراق قال إن قواته في العراق هي لمراقبة إيران. إلى أي مدى تعتقد سيادة العقيد ركن أن العراق ربما يكون ساحة لمواجهة أمريكية إيرانية محتملة؟ نعم، في المواجهات العسكرية يجب أن تكون هناك مسرح عمليات مهيئ لهذه العمليات، ومسرح العمليات يأخذ شقين، المسرح السياسي والمسرح العسكري. أنا أعتقد أنه لا يوجد لحد هذه اللحظة مسرح عسكري مهيئ لمعركة مقبلة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، كما أن هناك نقاط كثيرة تلتقي فيها الحكومة الأمريكية مع الحكومة الإيرانية، فالحكومة الأمريكية داعمة للعملية السياسية في العراق وإيران أيضا داعمة للعملية السياسية في العراق. أمريكا لا تريد إسقاط نظام الأسد في سوريا وإيران لا تريد إسقاط نظام الأسد في سوريا. هناك كثير من المشتركات ما بين أو كثير من التخاذم الأمريكي الإيراني في الفترة السابقة من ضمنها احتلال أفغانستان واحتلال العراق. أمريكا تريد للنظام الإيراني أن يغير سلوكه في المنطقة بما يتلائم مع المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية. أمريكا تريد إيران قوية لكي تبتز دول الخليج، أمريكا تريد إيران قوية لكي تسيطر على المنطقة من خلالها. أما ما نسمع من جعجعة إعلامية فأنا أعتقد أن هذا يجافي الحقائق، لأن هناك كثير من الاجتماعات السرية التي عقدت في الفترة السابقة ما بين الجانبين في عمان وفي
افغانستان كان اخرها، وفي روما وفي لندن، جميع هذه تعطي اشارات واضحه بانهم هم يريدون الاتفاق، لا يريدون التوجه الى مواجهه سواء كانت مباشره او غير مباشره في العراق او في المنطقه. ولكن اذا ما كانت هناك مواجهه حقيقيه فانا اعتقد بان العراق سيكون هو واحد من ساحات الصراع الموجوده ضمن المنطقه. إلى أي مدى تتوقع أن يتغير السلوك الإيراني وفق الرغبة الأمريكية؟ نعم، الآن هناك ضغوطات تمارس على النظام الإيراني حقيقة بشكل كبير جدا من خلال العقوبات، حزبة العقوبات الأولى وحزبة العقوبات الثانية. هناك أيضا الآن توجه أمريكي بتواجد عسكري في العراق وتعزيز هذا التواجد العسكري. هناك استعراض قوة في منطقة الخليج العربي بدخول حامل الطائرات. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الآن أن تضغط على النظام في إيران بشكل كبير جدا لغرض أن تدفعه للجلوس إلى طاولة مفاوضات. ولكن أنا أعتقد بأنه لا زال الوقت مبكرا لكي نتكلم عن اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران في هذه الفترة. وتحاول الآن حتى الميليشيات التي تهدد الآن فيها العراق، إذا كانت تهدد فالاحتلال كان موجود بما يقارب 165 ألف جندي أمريكي في عام 2008، لماذا لم تستخدم هذه الميليشيات سلاحها لإخراج قوات الاحتلال في تلك الفترة؟ الآن أعداد القوات الأمريكية لا تتجاوز 15 ألف في أحسن حالاته، فلماذا هذه الجعجعة؟ وإذا كانت هناك نية لمواجهة القوات الأمريكية فلماذا لا يتم ضرب القوات الأمريكية الآن في العراق في القواعد التي يتواجدون فيها؟ إذن قرار المواجهة ليس قرار ميليشيات، وإنما قرار المواجهة هو قرار إيراني بالدرجة الأولى لمواجهة أمريكا، ولكنه الطرفين لا يريدون الدخول في مواجهة مباشرة لا في العراق ولا في أي منطقة أخرى، لأن تقريبا الآن النفوذ الإيراني في سوريا إلى زوال. في اليمن الآن الأمور أيضا اختلفت بشكل كبير جدا، لذلك إيران تريد أن تحافظ على ما تم التوصل إليه سواء من نفوذ أو مصالح في المنطقة، ولا تريد المواجهة المباشرة مع أمريكا. إذا كان الأمر كذلك، يعني ما هي مصلحة العراق من سياسة التخادم الأمريكية الإيرانية؟ نعم، العراق ليست لديه مصلحة فيما يجري الآن في المنطقة، وإنما العراق الآن هو غير فاعل في مسألة اتخاذ القرار الذي يمكن أن ينهى بنفسه عن سياسة المحاور. العراق الآن هو تبعية سياسية كاملة وهيمنة إيرانية كاملة في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية. ورأينا يعني كيف جاء ظريف إلى العراق وبقي 5 أيام والتقى بزعامات سنية وزعامات شيعية وزعامات كردية، والتقى في بتجار وما إلى ذلك، لأنه يعتبرون العراق هو العنف الاستراتيجي بالنسبة لإيران والرئة التي يمكن أن تنفس منها بالنسبة للعقوبات. لذلك أنا أعتقد بأنه لا يمكن لأي دولة لديها سياسة كاملة أن تسمح لوزير خارجية أن يأتي وأن يقوم بمواجهة هذه الشخصيات أو هذه الطوائف بالشكل الذي جرى في العراق. ولكن إيران وضعها في العراق يختلف بشكل كبير جدا. في الانتخابات الماضية، الانتخابات التركية، وزيرة المرأة عندما ذهبت لكي تلتقي بالجالية التركية في دولة أخرى رفضت تلك الدولة أن تلتقي بها ولم يسمح لها بذلك. فما بال ظريف يأتي إلى العراق ويقيم 5 أيام ويلتقي بجميع هذه الطوائف ولا تكلم عن السيادة؟ ليست هناك سيادة، هناك تبعية سياسية وهناك إملاءات إيرانية على ما يجري في العراق وسيطرة كاملة على العملية السياسية. لذلك لا يمكن لنا أن نقول بأنه العراق الآن يمكن له أن يتكلم عن سيادة وأن يتكلم عن دور فاعل في المنطقة، وإنما العراق الآن فاقد لقدرة التأثير بشكل كبير جدا. من إسطنبول الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية العقيد ركن حاتم الفلاحي، شكرا لك.